جدا. فعايز اخد من ديت ان الخلفيه العسكريه اللي حضرتك اتربيت عليها والكابتن محمود الجوهري اتربى عليها كان ليها اثر كبير جدا جدا في شخصيه حضرتك وشخصيه الكابتن جوهري في ترجمه المعسكرات لشكل مختلف عن اللي احنا عايشينه، في التعامل كمان احنا عارفين التعامل العسكري غير الشده والصرامه والالتزام، لا كمان موضوع انك بتقرب وبتبقى اخ وبتبقى اب. فقول لنا ده الخلفيه العسكريه فعلا اثرت على شخصيه حضرتك؟ طبعا لاني هو طبعا كان كابتن سلاح اشاره وخريج المؤسسه العسكريه دايما اولا بيبقى الوطنيه كلنا صحيح. فينا جزء من الوطنيه، بس الكليه الحربيه بتدي لك بتخلي الوطنيه دي عندك تزيد قوي. انا كلمه كان بيقولها لي الكابتن جوهري يمكن حتى واحنا في بوركينا فاسو دخلت عليه مره، طبعا بوركينا فاسو دي لازم تدرس لحقيقة. يعني لازم كمان. فدخلت عليه بقول له يا كابتن طب ما تريح شويه يعني ارتاح، كان يعني انت عارف المكان اللي كنا فيه قال لي ارتاح ازاي انا شايل هم 100 مليون مصري لازم يفرح. شوفي مش ان المباراه يكسبها او ان انا الجوهري او الكلام ده، لا 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 شايل حمل 100 مليون مصري عايز يفرحه. هو دي الوطنيه، لان في ناس النهارده كابتن هاني من السهام بيتكلموا على مصر وعلى الوطنية بس كلام بس وليس أفعال، أقوال ويتكلموا كويس قوي، يعني زي ما بيقولوا اللسان يرقص كويس قوي. كابتن جوري أفعال. النهاردة لما نشوف هدية الله لمصر في خامة الرئيس السيسي عمره ما قال هفتتح حاجة، صح بنلاقي فجأة في المقر بيتفتح شيء عظيم. هي دي المؤسسة العسكرية، الانضباط كمان يا كابتن ومش مشروع ومشروعين، لا الانضباط كمان ده غير اللي بالفيديو كونفرنس غير اللي لا انا قصدي ايه ان خريج المؤسسة العسكرية بيبقى الانضباط عنده زي ما قال الكابتن هاني بيبقى في سمات، السمات دي بتوصله للنجاح. صحيح. لاني عشان توصل للنجاح والكابتن هاني عارف واكيد حضرتك عارف من السهاب ان لازم يبقى في روشتة، اول روشتة دي الالتزام. صحيح. يعني هذا المكان الجميل ده اكيد وانا مغمض ده في حياة عسكرية، في التزام، في قواعد معينة، عشان كده بتلاقي في نجاح. انا وانا قاعد مبهر باللي انا شايفه وشفت الاعداد قاعد ياخد قد ايه، الناس يمكن بتشوفنا دلوقتي الصورة انما الاستوديو ده كان التصوير قد ايه والمخرج بيعمل ايه والكلام ده، هو ده صحيح. وزملائنا طبعا ورا الكاميرات يعني على فكره سهام كمان جيش. الكابتن جوهري كمان كان بياخدنا معسكرات الجيش نتمرن جوه لعبت كوره كان قدام ثلاث ساعات وكان في طريق مدرسه الصاعقه الكسبان الرمليه، لا 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 كابتن، وحتى طريقته في يعني احنا لما نيجي نحكي على بوركينا فاسو لان الكابتن هاني كان شاهد حيو كان كابتن التيم في الوقت ده وكان له دور مؤثر كبير جدا لما نحكيه، كابتن جوهري بيتعامل مع الديتيلز الصغيره جدا حقيقة. حتى مع سالم اللي هو مسؤول الملابس حتى مع اي حد حتى مع عم كان بيركز في كل التفاصيل واحد هو ايه يعني. مدي كل واحد هو وزير ايوه حتى لو كان البوزيشن بتاعه صغير وبيسيب له فيها الصلاحيه ولا يسمح ان حد يهين حد. ده حقيقي. ده كابتن جوهري كان شخصية فذة زي ما بقول دايما رب يعني ايه كل ميسر لما خلق له. صحيح. هو خلق عشان يبقى راجل عظيم. ونعم. صحيح صحيح. هو صحيح. لحظة وفاة كابتن جوهري حضرتك كنت فين وقتها؟ والله احنا كان طبعا عندنا المنتخب الاولمبي وكنا عندنا كذا رحلة وجيت من الرحلة لقيت أحمد أستاذ أحمد قطشات وده من الناس بسميه رمز الوفاء في الأردن لأن ده كان مدير المنتخب أو
سيادة السمو الأمير جابه يبقى موجود مع كابتن جوهري أول ما روح يعني مشرف على المنتخب. أول من استقبلنا في الأردن أحمد بيه قطي شاب، شخصية كريمة جدا، شخصية وفية لدرجة غير طبيعية للكابتن جوهري، مع المعايشة اللي عايشها للكابتن جوهري خد كل الصفات. ودايما كابتن جوهري عنده ميزة رحمة الله عليه، إن أي حد بيشتغل مع كابتن جوهري بيتأثر بيه، ده حقيقي، حتى لو اختلف معاه. يعني أكيد الكابتن جوهري اختلف مع ناس في أكيد أثناء المشوار رحلة. ونجوم طبعا، بس هتلاقي النجم يقول لك أنا خدت من الكابتن جوهري حاجة، حاجات والله يا كابتن. ما أنا ده أنا يعني بتواضع إن أنا أقول حاجة.